وللحديث عن الأسواق العالمية معي من دبي المحللة الأولى للأسواق في مجموعة إكويتي فرح مراد. أهلا بك فرح معنا على سكاي نيوز عربية. سأبدأ معك من أن شركات التكنولوجيا وعلى رأسها أبل تواجه العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، وكما تعلمين بأن أسهم التكنولوجيا كانت القائد الرئيسي للارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأمريكية مؤخرا. من وجهة نظرك، هل ستؤثر هذه الدعاوى القضائية على أداء أسهم التكنولوجيا في طبعا المدرجة في مؤشر ناسداك؟ هلا، العنوان كمان العريض شوي استغربت وقتها وافتكرت عم نحكي نحن عن الصين، عن الكراك داون اللي عاده بنشوف يمكن على قطاع التكنولوجيا في الصين مش بالولايات المتحده. ولكن يبدو انه فعلا هلا نحن نتوجه الحديث عن الشركات الكبرى كمان العملاقه في التكنولوجيا قد تواجه الامر ذاته. ولكن ليه ابل خصوصيتها في احتكار الاسواق، خصوصا اذا بنلاحظ في يمكن البروفيت مارجن تبعها او حتى بالبرودكتس الايفون دائما الارباح تكون مرتفعه جدا اذا نشوف مقارنه بالافرج بال يمكن للاسواق او للبرودكتس المنافسه. ف هل رح يكون لها تأثير طبيعة الحال؟ لأنه هو أصلاً يمكن القضية هي أنه المكاسب مرتفعة جداً مقارنة بالبرودكتس الآخرين أو الكمبيتيتورز، فخصوصي بالوقت الحالي، خصوصي أنه كان عندنا نوع من هالزخم الكبير على قطاع التكنولوجيا، أمال يعني متفائلة جداً لهذا القطاع خصوصي في دخول الـ AI، كان في عندنا نوع من الـ overvaluation. أسعار الأسهم كانت نوعاً ما في مستويات مرتفعة مقارنة يمكن بالـ average التاريخي، فنكون عم نشوف تأثيرها. نشوف مثلا اليوم الأسواق عم تفتح مع ضغوطات على سهم أبل، سيناريو محتمل جدا. فرح، بعد خطاب الفيدرالي يوم الأربعاء ويوم أمس كذلك شهدنا قمم جديدة للمؤشرات الأمريكية، أنا أتحدث هنا عن داو جونز وناسداك وكذلك ستاندرد أند بورز 500، هل هذه الارتفاعات التي تشهدها هذه المؤشرات تعتبر مستدامة على المدى القصير أو تعتبر بداية لمرحلة تصحيحية سنشهدها قريبا؟ هلا يمكن هيدول الكراك داون خصوصا نحن عم نحكي عن شركات التكنولوجيا، كنا عم نحكي عن ناسداك او على S&P 500، الارتفاعات الكبيره اللي كنا عم نشاهدها بهذا العام ونهايه العام الماضي كانت يعني الدعم الرئيسي كان بسبب قطاع التكنولوجيا. ف توقع نوع من الارتداد منطقي خصوصا من بعد اليوفوريا اللي كنا عم نشهدها ما بعد قرار الفيدرالي. هلا كمان يمكن يكون جوابي طويل، الثاني وقتها بدك، بس لاقول كمان شو عم بيصير نحن ما بعد قرار الفيدرالي. لاول مره اصلا بنشوف هالتوازن ما بين توقعات الاسواق وما بين كمان قرار الفيدرالي اللي كان عند ثلاث نقاط مئويه او ثلاث تقليص للفائده في هذا العام. دائما كنا نشوف الاسواق عم تساعد مساعده اكثر من الفيدرالي، نكون عم نشوف يمكن سبع تقليص للفائده بهذا العام، هذا كان تسعير الاسواق. ولكن هذه المره الاولى اللي بيكون فيها البالانس، فشوي كان غريب نكون عم نشوف هالتحركات. ولكن لازم نتذكر التوقعات كانت اوريدي مسعره في الاسواق، وجاءت الاخبار نوعا ما مثل التوقعات، فكان في عندنا موجه جني ارباح. اضافه الى هذا الامر، العنوان العريض بغض النظر شو كنا عم نسمع من الفدرالي، العنوان العريض انه الضغوط التضخميه مستمره. صحيح. وبنفس الوقت عندنا نحن يعني التوقعات بتقليص الفائده، فالدولار كان لابد من انه يضعف لانه نحن رح نتوجه لتقليص الفائده، ولا نزال نخاف من عوده التضخم مع بيانات كمان عم تفرجينا تضخم مستمر. فمشان هيك كان لابد من انه نكون عم نشوف ارتفاعات في الاصول اللي بتحمي القيمه. صحيح. بعيدا عن فرح الدولار. سريعا اليوم بالنظر الى الاسواق هناك اقبال كبير على المخاطره نظرا لما نشهده من ارتفاعات على الاسهم وكذلك ارتفاعات كبيره تشهدها اسعار الذهب وهو الملاذ الآمن، كيف تفسرين هذا التناقض في السوق؟ ومش بس هيك، إذا بتلاحظ كمان التناقض الأكبر اللي كنا عم لاحظه أنه الهاتش فوند الصناديق الاستثمارية كانوا عم بيبيعوا الذهب لفترة طويلة يعني تزامناً مع الارتفاعات الكبيرة اللي كنا عم نشاهدها على الذهب. ولكن مثل ما عم بقلك يعني نحن لا تزال البيانات الاقتصادية جيدة، حتى إذا ما نشوف التوقعات المستقبلية للفدرالي يعني الناتج المحلي الإجمالي صار أفضل، البيانات اللي عم تصدر كمان يوم أمس كانت عم تأكد لنا أنه لا يزال الاقتصاد الأمريكي قوي، سوق العمل قوي، الاستهلاك قوي، فهذا طبعا رح يكون عم بيفيد الاصول الخطيره. ولكن من ناحيه ثانيه
نحن بعدنا خيفانين من استمرار السياسة المتشددة. حكي جيروم باول أنه هالسياسة المتشددة الفائدة المرتفعة كانت عم تضغط على الشركات وفعلا عم نشوف تأثيرها. فأنا نكون عم نتوجه لتقليص الفائدة ونحن عنا تضخم مرتفع رح يكون بنفس الوقت عم ندعم الذهب. الغريب أنه كانت الصناديق الاستثمارية عم تبيع الذهب، ولكن من ناحية تانية البنوك المركزية كانت عم تشتري الذهب. المحللة الأولى للأسواق في مجموعة إكويتي فرح مراد، كنت معنا مباشرة من دبي، شكرا جزيلا لك.